السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهور الغالي على اليوتيوب، حياكم الله في جلسة نقاش مانجا كينجدوم الفصل 671، الفصل الأسطورة، الفصل الناري، الشرار الشطاري. أنا فرحان يا جماعة ولا إيش؟ فرحان حقيقة فرحان. قبل العرض قبل كل شيء جمهور الأنمي، الأنمي راجع عما قريب، سكر الفيديو أحسن لك. يلا خلونا نبدأ. طيب خلينا نبدأ بالتقييم أول شيء. إيه تفضل. 10/10 يعني هذا من أحد الفصول اللي يكون ما فيها قتال، لكن 10/10 وهذا حقير 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 حقير. يعني خمسة ذي ترى نقدر نقول نسبة يعني 90% الكل متوقع إنه بيكون هذا الخمسة. منه السادس هذا الأهم كان بالنسبة لنا، منه بيكون السادس؟ فأنا 10/10 حق هذا حقير. أحمد والله صراحة أنا يعني فصل 10/10 ما في كلام. بس هو طالما استبعد الثلاثي ده المرح فهنا من جد علامة استفهام من السادس. يعني صراحة ما عاد أشوف يعني ما أظن يعني حتى ما أقدر أقول روكومي 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 يا جماعة، ما أقدر أقول لا روكومي ولا أقدر أقول باجي، رغم إنه باجي يستاهل ترى، بس باجي بيكون تحت ينتانو ما يبي يخدم إلا تحت بيكون ينتانو روكومي تحته، فما بيلا هيكي هيكي أخوي هيكي خذ الملك روزو هيك هيك ياخذ رقب جنرال عظيم. والله هذا اللي زعل، والله يزعل. هذه جان تشيني يقول له يذله، شفت صرت انا لا لا هيك صعب. بس ترى يعني انا قهرني الكاتب انه قال انه اوهم في الجبهه بس ما طلع، كانه يقول لك ها ها ترى بودي ها كذا. لا لا اكفى لا اكفى ما يسوي يا هاره تكفى ما يصير. طيب خلينا نرجع للتوقعات او اللي قلناه في الفصل الماضي. انا شخصيا اتكلم كنت مرشح الثلاثه في بدايه الانطباع او من النقاش، كنت مرشح الثلاثه الين ما وصلنا نهايه النقاش وقلنا لو نكنسل الثلاثه لان احتمال ما يصيرون بسبب ايش بعد ما اخذنا وعطينا مع الشباب. ما انت حبيت كنت موجود اتوقع، قلنا الثلاثه هذول مستحيل. يمكن احمد اكثر واحد قال انه احمد كان كان حاط خمسه والسادس كان شين صح؟ لا قلت يا اوهن يا موتن. كنت مستبعد التشكيل. ايه فاحمد يعني كان محطط خمسه من البدايه الامانه، هذا شيء شديد. اي صح انا البدايه كنت مرشح الثلاثه بالاضافه على شو اسمه طبعا موبو تو، خلاص الكل كان متفقين عليه في البث الماضي، كان الكل متفقين على موبو تو خلاص اتفقنا عليهم خلصنا. البقيه كان اختلافات على من بيكون الستة. طبعا خمسة صراحة ما فاجئوني، كلش ما فاجئوني على نهاية البث الأسبوع الماضي. أظن يعني اتفاق كامل تقريبا، أغلبنا مش كلنا ما أدري بس أغلبنا كان متفق إن لا لا معاذ كان معترض على أوسن، على على أوسن ولا كانكي؟ على أوسن، وأنا قلت إذا بتعترض على أوسن اعترض على كانكي. بس فأنا حط حتى كانكي، أنا شخصيا حطيت الخمسة كلهم وحطيت شين إذا ماني غلطان، ولا حطيت الخمسة هم زي ما هم حطيت شيء. لا كل السادس هو المثير للجدل والكلب الكاتب صراحة، معليش سمح لي الكلمة بس قهرني. في تصويت الحين على السادس من الشات. بس مو راضي يطلع لي التصويت، ليش معلق جوالي أنا؟ والله معلق الجوال. صوتوا يا جماعة قبل أنت التصويت. جنرال جديد شوهيكن، شوهيكن ما أتوقع والله. لا شوهيكن صح، والله تخيل يا أحمد يرجع شوهيكن. أحمد ينزلون الساحة مؤقتا. مؤقتا يا عم يا والله يعني صراحه مسويها مصيبه لو يسويها كذا الكاتب. انا احس انه فعلا بيسوي الحركه النذاله ذيك مانيو، يقول موبو استنى لو كانت من شخص حي استنى يخونك، فلو خلاه جنرال عظيم لا انا هنا حبدا ازعل. لا خليه عند الملك، خليه عند شين شباب تحت جناحين. شين خلاص 100% مو موجود. شين جناي شين جناي لا شين ولا اوهن ولا موتن. في قال لك لانه ما طولنا من جرار في احتمالات كثيره. احد احتمالات انا ودي اطرحها شخصيا انه يقول لي يتم فاغر او شاغر لين ما احد يقدر ياخذ هذا المنصب. لا ودي واضح يقول السادس هو قال بعدين يقول لي شاغر. لا انا ارفض هالشيء صراحه. أوكي. بس ترى يمكن له علاقه بسالفه النقش اللي قال جيب لي نحات. ايش يعني اوكي كذا يصير هو القائد حقهم في الوميت نحات يعني ينحت على خشب اخوي ايش فهمت؟ اي ينحت كذا مجسم حق اوكي ويحط يقول هذا القائد. ما ما قال اسبوعين ما ادري ايش اللي بيصير صراحه. هذا شيء ايجابي. انا اشوف ان اذا نصب سته فعلا معناته انه في ثلاثه باي باي.
مو شرط ترى ممكن يتغيرون، ممكن احد يموت يجي واحد محلهم شيء ترى عادي يعني. هو باي باي ثلاثه باي باي يعني ايش باي باي يعني بي يعني انا سالتني انا اقول لك لا اتمنى ان واحد بس من الثلاثة يصير له شيء. ترى حطيت سيناريو يا احمد شيء بس اللي يصير واحد من السته يعني. حطيت سيناريو حق اوسن يا انت مع سيناريوك ولا كلمه لو سمحت تذكر يا احمد لو سمحت يا اخوي لو سمحت خلاص اليوم احتفال حق اوسن لو سمحت الحين ايسي وثق فيه يعني ايسي غبي ما عرف يثق في الجنرالات يعني شلون بريت عليه اوسن تم تنصيبه جنرال عظيم يقدر يقود حرب زي ما يبي يسوي حرب زي ما يبغى محمد يقول السادس هو الملك نظريه ابو كلب ليش طيب خل نظريتك الشاطحه يمكن يصير الملك صدق فايسي اوسن يصير يروح ياخذ الحرب على دوله ضعيفه يسيطر عليها ينصب روحه ملك يجون ثلاثة ايسي ايسي اوسن اوسن انا اللي لعبت في راسي لما حطيت ايسي ايش يصير يروحون ثلاثة شين ذا انت ما تسوى ما تستاهل الجنرال هذا لقب عليك كبير لكل من شكك في اوسن ولكل من قلل من قيمة اوسن الان اوسن في نفس المرتبة اللي فيها اللي كان فيها ريبوكو ريبوكو انشال منها اصلا حاليا كانوا يذلينا ها واحد من الجنرالات الثلاثة العظام حق دولة شاو حقك مجرد جنرال اقرأ الجنرال يا عمي اقرأ الجنرال جابها بدك خشوم جابها والله قل لهم جلده هو جنرال ودحين صار قريت جنرال اي فعين نفس الرتبة سيم نفس لا عين هو عالي لك مطرود من الدولة اساسا القائد حق الستة اكبر ما نفرح بشانكس ان شاء الله بعد فرح ثاني القائد منها يا شباب قائد اوسن ما يبي لك كلام قائد آه يا حبيبي شو هيك غصب عليك لا لازم واحد من الستة يكون قائد عليهم ها؟ من قبل الستة كان قائد عليهم هاكوكي مين اللي ريبا شبهها بهاكوكي تو بتقول اوسن يعني مو بانا اللي بقول ريمبا قائد ايش دخلني قاعد يمشي قط كل شيء عشان يصير يضبط روحه على كل ترى اوسن يستحق لو اعطوه قائد اشوفه يعني انا ما ادري بس انا شفت تو ستايل اذا مو بتو اوسن يعني ما عندي يعني انا مشكلتي في اوسن اهم شيء انه مو ثور الهايج بس لا مستحيل ايش فيكم على موبو حتى موبو يستاهل ترى قائد اي يستاهل والله معليش ما احب احترام ترى يقود بالعزيمه والاصرار انا ما عندي مشكله بس الشخص القائد ما يصير مدرعم هذا مدرع هو يقول لك يمكن القائد السادس هو الاخير اللي ما ظهر حتى الان يعني واحد مسجون هاكوكي ما مات لا ها. والله مع النظريه شاطحه حلوه بس ما جت بالي ذي عني لا بس يعني لا ها انا كنت بجيب يعني ماذا لو انهم شروا ولا احد من الجنرالات العظام يعني من الدول الثانيه ما اتوقع حتى جابوا طول منصب عالي زي كذا اي ما تضمن لا ليش يا اخي عادي من قبل يقول لك الاعظم واحد اللي سوى الائتلاف الاول كانوا شارينه بفلوس الا اذا ورنبا حين طلع من دولته راح دوله ثانيه الا اذا يعني شغله واحده ممكن تكون منطقيه هذا الموضوع انه اللي طلع ذا اللي اسمه شو اسمه رعق الفلوس شو ريوف من دوله وين ريوف طلع وشاف له جنرال كويس قال له يا ولد دي الدولة بتصير كويسة شو رأيك تروح تصير عندها جنرال كويس بس أما جوجو يقول جوجو مستحيل لا يعني ترى بفكر غير منطقي هذا بيصير جنرال عظيم بياخذ جزء من الجيش ويقدر يشن حرب معلش أسألك سؤال لو إنه فعلا الحين شروا ولاء ريمبا مثلا بدل ما هو رايح هناك شو جاء عنده ينفع يكون عندهم ولا يشكون في ولاءه؟ يشكون في ولاءه؟ لا دولة وين خذه وحطه ونصب على الجيش وقاتل بكل بسالة عادي ترى بس كان يطنخ من راسه وما كان يمشي على اوامر يعني اشوف بالنسبة لي انا اشوف انه صراحة إن الخمسة اللي اختاروهم يعني توفق في اختيارهم وكانوا يستحقون لانهم بدعوا الفترة الماضية ارسلوا لي صورة في الشات خلنا شيك عليها انت يا هذه المطلعات ما عندي الصورة وانا شو Yes it's في الشات Yes it's time to fight it out between us Demas أظن إن حال الوقت إن نتقاتل فيما بيننا هذا أوهن وموتن وشين
We are not the only one aiming for those last two position. There are still the people above us like Rukumi and Ryokoko. Not to mention all the other dudes from other armies that we don't know of. أهنيكم أهنيكم على اللي جاب الصورة دي. طبعا اللي كان يتكلم أوهن أوهن إذا ما غلطان أوهن اللي كان يتكلم عشان الجنرال بيكون غير معروف السادس. أوهن يقول نحن لسنا الوحيدين الذين نطمح للآخر مقعدين تبقي. وأنا قلت أقول ذا الكلام من زمان يا جماعة لو شفعلوا ترى ما راح يكون في إلا مقعدين ما راح يكون في إلا مقعدين. قلت الكلام إني كنت حاطين طبعا ذاك الوقت حاطين موبوتو أوسن وكانكي على أساس إنه يمتنوا يمكن ما تأخذ ناصر عطوها يمتنوا حاليا فخلاص مع إني أنا ترى موجود عند الخمس حطيت يمتنوا بس عيني يقول لك في ناس اللي فوقنا مثل روكومي وريوكوكو هذين اللي أتباع أوكي أوريدي. أنا قلت روكومي والكاتب أظهر في آخر معركة سوالة دور قوي شوي فممكن يعني ليش لا روكومي يقدر يصير ترى يعني خلنا أسألكم سؤال خلنا أسألكم سؤال ما أسألكم سؤال لو أوكي في ذاك الوقت يعني لا يزال على قيد الحياة وناقصهم واحد ما بيقول عادي حطوا تو مكانه إيه بس ما أشوف إنه يعني تو أشوف مقابل ده مو زي ركمي ركمي ما كان قوة تو ركمي كان حثالة في الحرب يعني ما كان حثالة لا المهم حثالة مو نكمل نكمل بس ما أصبر مو حثالة يعني ما كان زي مستوى تو خلينا نقول ذاك ما لي بس يا رجال ما كان زي مستوى ذاك اللي جاء من دولة وي لا تطب الكلمة شوي لا تصير قاسي طيب مالي بس خلنا نكمل الترجمة عشان لا نظلم not to mention all the other dudes from other armies that we don't know ولا ننسى الرجال الآخرين من الجيوش الأخرى اللي احنا ما نعرف عنهم شيء الحين على سبيل المثال هالمساعد اللي ظهر عند شو اسمه ظهر عند موتن عند موتن المساعد الجندي العادي ما بجنرال هو قائد بس قوي جدا جدا كان في جيش موبو وعين أكاكين عندك أوكي عندك ماكو مو أوكي عفوا ماكو أكو إيه وماكو ذريمي وانت رايح ذيلي ممكن أي واحد من ذيلي يعني كلهم ذيلي ترك الجنرالات أقدم وأحق من شين وأوهن وموتن يا رجال أتمنى يا يجيب لك أنا أحس أتمنى. إنه أحس أتمنى يشطح يجيب باجي لا أنا والله أحس إنه بيكون والله يستاهل باجي بس انه اللي ايش الجوك عشان هز باجي ما يصلح انا احس انه بيكون واحد يعني ماكو مقتل ريبوكو يا ماجد شوف احمد انا خذوها مني ماكو مات انا واثق بنسبه 90% انه بيكون واحد جديد ما طلع من قبل بيصدمنا بالكاتب بس انه يعني له يعني موقف له شيء كذا ما ادري عنه اسمع الجنرال السادس اخو ايسي ما ذاك طيب مات يا ابوي ذاك مش مقاتل ذاك مو من المقاتل كلش ذاك والله استعبل والله امزح زين اكو يستاهل ولا مستاهل يعني اوكي صمت فجأة جنرالين اقوياء يو ان وبالانجي لا بس كذا كثير اثنين من السته من جيش اوسن حق الكارين اوسن بيجيب جلطه ايسي ايه دي زيرو الملك هو الجنرال يقول قائد الحراس الملكيين منو كان قائد الحراس الملكيين لا ما قال الا جنرال شبنكن يا اخوي لا مو شبنكن اللي معه شو هيك كان عنده جيش لابسين كلهم دروع سود واحد منهم كان قائد قوي والله انا شوف انا شخصيا امين حق واحد من اثنين زين الاول انه يكون واحد جديد الثاني وهو الاضعف بالنسبه لي انه يقول بيكون شاغر لين ما يشوف احد كفو ياخذ قال يقول لي كل اللي قلته يا ماجد اضعف من موتن قلت يعني كان قلت اضعف من شين طيب يعني موتن وقف يعني مثلا انا اقول لك يعني يقدر يقولها بالطريقه اللي كنتوا رفضتوها انه وجنا السادس هو راح نستنى لما يصير واحد قوي ياخذ اللقب هذا هو مش عارف فهم ماجد يقول لك ريبوك السادس ما في امل هذا يعني لو شرب كيلو فحم هارا ما يقدر يسوي ذا الشيء يعني لا يقدر ان ريبوكو يعني خلاص يفقد الامل من الملك
ويقول ما تبي، والله انا اللي مسوي القلاع هذه، انا مسوي الدفاع، انا اوريك كيف اهدم لك. لا 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 بسم الله يا اخوي، اخوي معلش شوف وقف وقف، انا ضدها، انا ضدها 100%، بس لو سواها الكاتب، لو سواها الكاتب بيكون اسطوري، فقع وجهنا، بيكون فقع وجه الكل صراحه. ما عليه، بس انه ريبوك هو عنده ولاء حق دولته يا جماعه، صحيح ان ذاك الملك كان معذب حياته الرجال، مشغله سباك، شغله كل شيء، ما جانها 6 شهور ما ادري كم، ولا فكر انه يخون الحين، يخون او يعني يقلب على الدوله الثانيه، حتى لو كان هذا الملك ايش قال؟ قال حق ايسم قبل، قال يعني انت يعني طموحك حلو جميل، بس ان مشكلتك انك مش من دولتي، بس بكل بساطه يعني. فرجع عنده ولا حق دولته مطلق، حتى على الرغم من العذاب اللي عذبته هي الدوله حقته. ف ما مستحيل اشوف هذا الشيء حمار يعني، لو ينضم صراحه بيكون احسن. لا ما اشوف احمر انا، على العكس اشوف هذه الشغله ترى مره جميله. انا اقنعك، طيب ما انت مصر انا بقنعك. الجزائر لو فكرت فيها الحين، شو اللي افضل لشعب تشاو، ينضمون تحت ايسي ولا يتمون تحت ذاك الملك الزبار؟ تشاو الافضل لشعب تشاو، يصيرون تابعين وينضمون لدولة ايسي الحاكم العادل المنطقي. هو يشوفهم بالنسبة لمونستر، ما يشوف انه عادل ومنطقي بغض النظر عن اللي هو يشوفه. انا اتكلم لك الحين عن منظورك انت، انت اللي قاعد تشوفه. ما انا منظوري، انا اتكلم عن منظور ريبوكو، انا مش منظوري، انا مختلف منظوري عن ريبوكو. ريبوكو يشوف انه ايش لو صار، ايش ما يصير. انا اشوف يعني بالنسبة لو ريبوكو وافق على هذا الشيء، بيقل احترام حق ريبوكو. ما عندي مانع في كلام، انا اقول لك انا معاك، انا ضد انه ينضم. ليش انت المره دي تفهم اني انا معاك ومتفق معاك بهذا الشيء؟ بس انا قاعد اقول لك من منطلق القصه، بغض النظر عن اللي صار في الصين والتاريخ الحقيقي، اتكلم من منطلق القصه. ايسي بيوحد الصين، مش شيء مفيد للصين كلها عامه. ايسي قاعد يعني ينضم دوله، ياخذ منطقه سانيو اللي من دوله وي، ما ظلم اهله ولا استعبدهم ولا طردهم ولا شيء، بالعكس وطن من شعبه وسوى تكافؤ وتعايش وكل شيء، وازدهرت المنطقة وازدهرت القلعة وثبتوا كل شيء. شوف تبي يعني، في واحد قال هنا توقع حلو، ايه واذا يعني اذا انت بيع تعطيني شيء كذا ممكن اقبله، ايه يكون هذا هو قوي جدا، انه النمر النائم هذا اللي في تشو شيباشا. ايه شو السيناريو؟ ريبوكو يقول والله هذا الدولة خلاص انتهى، بس انا شخصيا مستحيل اسوي شيء ضد هذه الدوله. انت يا شباشو فيك الخير، واشوف انه ممكن تقدر توحده، فراح عند ذاك الملك. لا هذا ما اشوف منطقي اكثر من ريبوكو. لا لا انا 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 معاك، انا ما اشوف منطقي ان ريبوكو ينضم، ولا ابي ريبوكو ينضم. ايش فيك تفهمني غلط يا اخي؟ مو راضي يفهمني. يعني كم مره عدت الكلمه دي انا يا احمد؟ بليز قل لي كم مره عدت. 3 مرات. انا ما اشوف ان ريبوكو منطقي ينضم، ولا ابي ريبوكو ينضم، وما احب ذا الشيء يصير. بس لو سوى الكاتب بيكون فقع وجهنا، ومنطقي يعني من جانب القصه، مسير القصه، وانت عارف ذا الشيء انك تحب ايسي، تعرف ان ايسي صح. من داخل القصه انضمام ريبوكو لايسي اصرف لما يتم يخدم هالملك الحمار. بس هذا اللي انا قاعد اقوله. ماني مقتنع حتى على هذا. ابسط حقوقك، لا تقتنع. مستحيل ريبوكو ينضم مع اساسا. بالنسبه لي اشوف ان ايسي عار عليك تقبله، بعد ما قال لك ان ها انا تعالي ورث لك الجيش بدحجكم وبدعسكم. معاك الكلام 100%. انا اشوف ان ايسي يجي يقول تعال والله لا قصر قبتك يا كلب. اما احمد كلامي واضح ولا مو واضح؟ انت قاعد تقول لي، انت بتقول لي انا معك اذنك معي، بس تقول لي لو سواها بتكون منطقيه. ما هي منطقيه. ما قلت لك اسوها بتصير لا من قصه ولا من كاتب ولا من ايسي ولا من اي احد ثاني. ما هي منطقيه كلش. شلون تسمعني وانا قاعد اقول لك بساعه اشوف انه مو منطقي اللي ممكن ينضم؟ انا قاعد اقول الكلام. قاعد تقول لي من منظور القصه، حتى منظور القصه شوفه غلط. لا انا اقول لك لو انت عايش داخل الصين حاليا، داخل كينجدوم معاهم في العالم حقهم، لو انك انت مكان ريبوكو وانت تحب ايسي، تعرف ان ايسي صح، شو اللي افضل لك؟ تخدم ايسي وتخلي دولتك تنضم وياه وتعيش بسلام، ولا تتم عند الملك الحمار هذا؟ اتم عند الملك الحمار. هذا رايك وانت حر فيه. ليش؟ لاني انا من البدايه عانت وعارضت، بعدين اجي يعني عشان انا عانت وانا غلطان. ريبوكو عنيد، ريبوكو عنيد مستحيل. ما كان هذا الكلام وما راح يصير ولا بيصير. يا الله خلاص سكر النقطة. ما هي منطقية كلش، لا من أي جهة ولا من جهة. حتى إني داخل قصة وأنا عارف ريبوكو وأسوي قدام داخل قصة، حتى وأنا مع ريبوكو قاعد أقاتلك طول الوقت 3 سنين. يعني البنت اللي وياها دي قاتلك طول 3 سنين وقاعد مصدقة فيك 3 سنين، ما عندي تقول لي لا بروح مع عيسى على أساس إنه شو أحس إنه. أنا ما قلت منطقي، لا أحد يفهمني إني قلت منطقي. أنا قلت
بتكون فقعت وجه صدمه لو سواها. بس فعليا لو فكرت فيها، لو ريبكو فكر فيها، احسن له يخدم الملك ايسي من انه يخدم الملك الحمار هذا. انا ضده، هذا اللي احمر منه، انا ضده، ابوه احمر منه خدمه. تبي ما يخدم ده؟ اتكلم عن الابوه، اتكلم عن ذا كلهم، انا اتكلم عن اثنينهم. لا يا ابو ده خدم الحمار الكبيره، انا اقول ما عنده مشكله. انا الغباء هذا احد الاشياء اللي انا اخذها خلط على ريبكو اصلا، وقلت كلمه النقطه دي اكثر مره. المفروض انك انت اذا تبي مصلحه شعبك وبلدك خلها تتحرر من ذا الحمار وروح مع ذاك احسن لك. هذا اللي انا قاعد اقوله، ولا منطقيا ما يصير، مو مقبول ذا الشيء يصير. انا ما اتقبل ان ريبكو يجي بصف ايسي نهائيا، ما اتقبله. بتكون صادمه بس ما اتقبله صراحه. طلعي طلعي ما بيش، طلعي ريبكو الجنرال السادس، تخيل بس، اقسم بالله. من اللي شطح بالفكره ذي، انت ولا الشات يا حمد؟ الشات شات لا 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 ما لو يعني اللي في قالوا مانيو ممكن اتقبل مانيو اكثر من مانيو. ما عنده دولة، ما عنده ولا ها مانيو، ما ادري مانيو 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 عدل مانيو ما عنده ولا هذا ممكن اتقبلها. اما ريبكو مستحيل مستحيل. بس ما يحتاجون مالي لان عندهم موبو، يعني انت تحط اثنين من الجنرالات نفس التصنيف نفس النوع نفس كل شيء ما تستفيد. يعني انا اشوف كل شيء ممكن، بس انه ذا المهم. خلينا نقرا القائد. القائد نبي القائد، اول شيء حددوا لي من القائد. توك لكم متفقين عليه؟ انا شفته يستحق. انا اقول اوسن. لا صار تو ما راح ازعل، بس انا اقول اوسن. تو 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 انا اقول اوسن، وان شاء الله يا رب تصير، يا رب تصير، يا رب تصير. اوكي طيب يلا نروح للي بعد. بس قبل ان كل اللي ترى ماجد ما كان يقول انه يتوقع ولا يتمنى هذا الشيء، عشان كنت اقول صدمه وفقعت وجه. صدمه وفقعت وجه بس يقول ممكن يكون سيناريو منطقي. اذا انا نطقته فانا غلطان بالغلط، نطقته مو منطقي، يعني مو بقصدي اقول انه منطقي. يعني يقول يعني ها لو سويتها كذا من ذا الناحيه فكرت فيها ممكن تكون مقبوله، ممكن بس هذا قصده يعني. لا والله غير مقبوله حتى من وجهه نظري. انا اقول المفروض على اوسن على هارا يسوي ذا الشيء داخل القصه، يعني لو انك داخل القصه. المفروض الزمن. عطنا سنه ثانيه. انا الاشياء اللي انا منتقدها عليه من زمان على فكره، وقد قلت اكثر من مره. طيب. واو. وشو؟ والله نور خطيب توقع كويس. شو؟ مو لازم يشترون بفلوس، بس من دولة ذي حليفتهم. شيء اذا عندهم جنرال قوي وواحد ينضم مع الستة بيكون ممتاز، اذا كان هو حليفه. اوه والله حلو هنيك. هو يقول يشترون بفلوس، انا بس مو بلازم يشترون بفلوس يعني خلاص انت. لا يعطونه فلوس، الا بالعكس يعطونه فلوس. ما احس انه حلو لان ذاك الملك ما يدفع له فلوس، حتى الموال اعطاهم بفلوس. لا خلاص انت حليفنا الحين، شفت انتصاراتنا وكذا وامورنا طيبه كذا، نوحي القوات جيب لنا جنرال. يقولون يقولون مهدي يقول ان هيكي قد قال من البدايه ان حلمه يصبح جنرال عظيم، فعادي ان الكاتب يحقق حلمه. جهيم جهيم الزمن. هيكي 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 هو الجنرال العظيم. هيكي يا جماعه القائد تو. لا القائد اوسن. تصويت كله يقول لك اوسن. لو صار اوسن ماني بزعلان، بس انا اشوفه تو. تصويت اوسن وتو حاليا، هذا التصويت. صوت تو عيال تو 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 عيال عيال تو تو اوسن. انتصر اوسن بالتصويت. طيب خلينا نسجل عشان خلاص. اي يلا نحاول نسوي لكم ريزيرو بعد ان شاء الله إذا في مجال. وش الوضع؟ أنت إيش تعمل؟ قاعد أدور على الدعم. آه تعليقات أنا مقدر أقرأها هنا. أيوة ما عندك تجيبها صح؟ لا تطلع في الشاشة. صح. معليش يا جمهور سولف أنت شوي على ما نطلع طيب. لكم. أي أهم شيء يكون القائد، أي واحد يكون القائد أهم شيء موبو. مش موبو، هذا شرياشة. والله انا اتفق معك صراحه، ما اشوف اوسن ممكن. اوسن انا ما عندي مشكله حتى لو صار مو نحات. هو الجنرال السادس. لا يا جماعه تخيل نحات ايش فيه؟ ما اتخيل والله، يمكن بس ما اتخيل. يقول سووا معكم حنا معكم فريزيرو. في عندنا ريزيرو في الخطايا وفي جايهن، بس انه ما يمدينا نسوي له. طيب نبدا قناه الدعم. اكس اي تراو اكس اي يقول اتوقع ان يا شويكن او جنرال كان احد نواب الجنود السته السابقين، اما لو عينوا هيك صراحه يكون عار على السته. تقبل اكو وركمي على هيك النكبه. والله اتفق يعني، انا هيك ما شفت منه حتى قوه جسديه بالقتال يعني. اوكي رهيب، بس انه مو يا احمد. احمد ثامر يقول لك من الممكن اليد اليمنى ليوسر يكون السادس، يقصد اكو.
والله صعبة، أحس يعني شخصيات غير معروفة، ولا يعني ما شفنا لها شيء قوي، ما غير نسمع كلام. لا طبعا لا. أكو قاتل اثنين جنرالات جيو إنو بلنجي حالة. أي. ترى سووا شيء يعني. واو. يقول لك وش يعني غرامك من تاني؟ أوكي. أبسط حقوق. السؤال اللي بعدك إبراهيم لورا علي بليج، أهلا دعم 100 بت. اعتقد الجلسة السادس راح يكون تمثال لان ايسي طلب لحات، ايش رايكم؟ هذا والله توقعي، قلت لك انا قلت هذا توقع انه ممكن يكون الجنرال العظيم اوكي نسوي له تمثال كذا، يقول لك انه هو القائد حقهم حتى لين ما يجي واحد يحمل رمحه، يعني كان يقول المكان محفوظ لك يا شين بس تعال ممكن. يلا اوكي، السؤال اللي بعده لك يا احمد، يقول شكل ايسي بدا يقلب، وش يبي بالنحات؟ يعني ينحت شكل الجنرال؟ ما فهمت، يعني يمكن بيسوي لهم زي الشعار زي اللوجو زي الرمز، يعرف شيء يميزهم. ريمبا جنائي، ريمبا جنائي. اوسن كان بالنص بالصوره واضح تلميح انه اوسن قاعد يعني. يا مشاري او عفوا ام اي اس اتش اتش او ار اي بي، اصلي مع المنطقه اسمك عادل. القائد هو هيكي العيون بحمزه. الله 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 الله، هذه اتوقع مو ابو يصير القائد لانه من العوائل النبيله. لا سلامتك، اذا على العوائل النبيله اوسن هو انبل عائله، انبل حتى من اوكي على فكره. كانجازات هيكي ممكن يستحق يا شباب. نعم بس نتكلم على القائد الحين. ايه يقول لك لا مو عشان عائله نبيله، لا مو على فكره ابوه مو من حتى دوله تشن، وابوه جاي من دوله ثانيه وكانوا على باب الله. إذا وبعدين كان نبيله أو اوسن هو الاحق اذا كان عن عائله نبيله. الله عليك يا اخي. بس انه مو اوسن تو انا اشوفه بيكون. يقول لك ليش مستخفين بكانكي؟ احنا ما حنا مستخف بكانكي، بس اقول لك انه ما يصلح يكون قائد السته، وان اللقب اللي اخذه الحين من الجنرال العظيم يستحقه وبجداره. ترى اللي يقول غير كذلك ما عنده سالفه، مع حب واحترام. شيريو عاشا اخر دعم راح نقراه اللي جه قبل 4 دقائق. ابو ميدو يقول النمر نام، تكلمت عن النقطه قبل شوي. ريان يقول طبعا اللي كان يقول مو بو عشان من عائله نبيله كان حمد 721 ودعم 7 دولار لقيته زي بس ينتن وكقائده. والله شوف يجي هي ملكة تستاهل بس لا ما اعتقد لان هي بتهتم بقبائل الجبال اكثر. مين؟ يعني ينتنوا من مين؟ مين ينتنوا قائدة؟ قائد عليهم كلهم. لا طبعا تهابت حكم رجال. أوف. ليه اخت رجال هي ترى هي كل الجنرالات اللي تحت مو ايش اسمه باجي وفيك وكلهم تحت يعني مو برجال. لا هذول وحوش عندها، هذول كلهم حاقين عليها بس تهابت. اي صج دحمه هنا بس مو بكذا. انت ترضى ان انتو يخدم انتانوا؟ ما بيخدم لا 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 هي قائدة على هي تامره اللي ما توقع طيب قاعد بكيف. اتوقع كلكم اجتمعوا حول موبو تو جوهيمي طلبوا طبلوا له انه كان جيل عظيم من دولته. لا يا عمي لا لا ما يصير. لا انا اشوف طيب. انت لو تستحق صراحه يا شباب اللي كان يعيش مع شين اللي ضحى بروحه عشان الملك وكان حلمه يصير جيل عظيم، عشان كذا الملك استدعى النحات. هيو هيو ايش ايش بيحط المجسم حق هيو اخو شين، يقول هذا اللي ضحى بنفسه عشاني وكذا يستحق انه يكون يعني السد. ما فهمت يعني. هو شوف النحات لا دخل بالجنرال السادس، هذا اكيد سالفه النحات اللي جابه لا دخل بالجنرال السادس. فيقول لك الرجال توقعه يقول لك انه ممكن جاب ذا عشان يسوي تمثال حق هيو، ويقول لك انه هو الجنرال السادس يستحق لانه ضحى بحياته عشان يحكي. لين ما يجي احد يمسك مكانه دق هيو يعني. لا هيو اخو شين اللي مات في ال اوكي 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 ضيع اوكي طيب. مشاري لازم نشوف الستة ضد الثلاثة ونرجع للحماس. وين الثلاثة يا عمي؟ هو كم مات
وشيباشو مرشح بس ما ندري اذا بيصير ولا لا، وريبوكو حاليا معزول بمنصبه. فنقول دولة تشاو بتسقط قبل لا يصير لهم فرصه يقاتلون من جديد للاسف. اتفق ولا كثر فحم لا تستعجلوا، لا تستعجلوا، ننتظر ونشوف. نستنى قتالات قويه، وقتالات قويه بتكون مش مع دولة تشاو، هي مع الدولة الاخيره حقت كارين هناك. شو بيقوم البوكس هناك؟ شو يقول لك؟ شو ممكن خلى هيك جنرال واسطه ايسي ما يخلي شين واسطه الملك اذا يقدر ولا احد يتكلم، والملك بيسوي مجسم لشين عشان تكون مفاجاه. لا لا، وجهه نظري الشخصيه يعني شين اخذ كل حاجاتها اللي وصل لها حاليا، اخذها باستحقاق. اي فمستحيل يجي ايسي الحين يقول لك لا دخل واسطه، دخل واسطه. لا لا يعني اوكي توسط له بعض حاجات بعض الامور، لكن ترى بدا جندي عادي العائله في اللقب. اي بس بدا جندي عادي ترى، وترقع حبه حبه وخذها باستحقاق. ف ما في فايده انه يعطيها عشان انه يعرف ايسي، ما اتوقع ابدا يسويها اساسا، ولا راح يقبلها حتى شين. اي واحد يكون القائد اهم شيء مش موبو. هذا اخر تعليق عندنا من اخونا الغالي شرياشا. انا والله بالنسبه لي عادي لو صار موبو القائد، ما اشوفه شيء غلط. اسمع اللي يعجبك كذا يا اخوي. ايه من وزيد اتوقع اسمه يقول لك اوسن يمسك المنصبين بجلاله الست. يستاهل يستاهل ياخذ القائد وياخذ المخطط حقهم. اوسن الكلب الكل يا عمي، قائد نبيل، سمعه، خبره، ذكاء، داهيه، فطنه، كل شيء تبيه. بس يعني ما العين ما تعلى الحاجب. ملكه ايسي لازم يخدمه، والمستشار حقه شو هيكل لازم يخدمه، ما يطلع على الاثنين. شون بونكر ايش رايك لنا كلنا؟ ايش رايك؟ سلك لنا كلنا عشان ما نحرق. سلك لي وسلك لك. المهم انا بجي هذا الشغل الدبلوماسي. انا بجي حق شو هيكل وشو روح على دويت روح خلاص. شو هيكل وشون بونكر مستحيل يكونون الجرال السته. وجهة نظر شخصية، لأنه يعني أنت إذا أنت محتاج جرال ستة عشان تسويها، أنت محتاجها اثنين عشان أنك تدير العرش والتخطيط والترتيب، هذه كلها هاثنين هم المستشارين حقينك، فمهمين جدا يكونوا موجودين معها، فما يصلحون يطلعون أرض المعركة إلا الضرورة القصوى، غير كذا ما يطلعون خلاص ما في فائدة. فشو هيكن ترى يستحق، يستحق بقوة، قالوا لك بالسابق أنه كان بقوة قادر أنه يكون من الستة بالراحة، و واساس ان ينزلونا للجلسه هذا تقليل من شرفه، مو بزياده الا شرفه. الله 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 نزل. هذا صحيح ان واصل مستوى مستشار اعلى حتى من الجنرالات السته بالنسبه لي، فهذا شيء تشوفون كل شو هيكل معنا. شو ممكن ترى كقدره قتاليه برضه ما هو ذاك الزود يعني، ولا ذاك القوه، اي ضعيف ترى. اي هو يستفيد منه بس انه كشخص يعني عنده حكمه عاد يعني عشان نوصفه ونعطيه الانصاف الحق. اوكي قال عنا ان انت وفرقتك الخاصه، كان عنده فرقه خاصه شبك، انقذتنا في مواقف كثيره، فكان يعني يفزع حتى الاوكي بخططه واستراتيجيات القديمه، وهيك هو النسخه المصغره من شو ممكن يعني النسخه الحديثة. على كلام ابراهيم تتذكر مجد انك تقول ان يعني ما راح افرح لو صار شو هيك جنرال عظيم، لان انا ابغاه عند الملك اشوف انه منصب اعلى. صحيح الكلام هذا صحيح. ما عندي مانع، انا ما عندي مانع فيه. ايه بيضغطوا على ايس يا جماعه. ايه ايس الكل بالكل لو سمحتوا، الملك والامر ناهي وبدونه ما يصير شيء من هالنظام كله. يختمون عند ايس مقطع الصوت. صحيح. من اكبر واحد لاصغر واحد. انا مطبل كبير لايس ومطبل كبير لشيكن وتو ووسن وموبو وينتنوا. اهم شيء حطوا ايس وكانكي، حتى كانكي اطبل له. اهم شيء لا احد يقطع على وسن. طيب 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 كذا كل خلصنا النقاش هذه الحلقة. الوحيد اللي ما طبل له بدل ما نقربك. خلصنا نقاش الحلقة بالكينغدوم، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا، وانتظرونا إن شاء الله يوم الاثنين برضو في نقاش في كينغدوم. إن شاء الله بيكون نقاش مطول يعني بنتناقش في أهم شيء، إنه الفصل ما يتسرب كالعادة عشان سدينا أخذ راحتنا بالشات معكم. لا اذا ما في فصل الاسبوع الجاي ما راح يتسرب اللي بعده، ناخذ راحتنا اجل في الفصل. اي بننطبع ان شاء الله في الباقي ان شاء الله بوجود يعني شباب ان شاء الله يكونون اكثر قرب الفصل. كينج ما راكم في العمالقة قال لنا خلاص بصير سبويلر نزل او على شكل راشد يمكن دحهم ان شاء الله. وجلوا اذا الله هداه شاف نكلمهم يشوفون نكلمهم يشوفون. كذا نكون وصلنا لنهايه هذا اللايف ريكشن او جلسه النقاش هذا اللايف ريكشن. في النهايه قولوا معي تفضل يا احمد. السلام عليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، اللايك، الشير. نشوفكم على خير. يا اخوي منكبر.